واختلف العلماء في الوجوب، هل يجب قتل الحيات؟ على قولين. قول الأول أنه يجب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خافهن فليس مني. والقول الثاني قالوا بأن قتلهن من باب الندب وليس من باب الوجوب، لأن هذا داخل ضمن مسألة الآداب، فهي ليست من الأمور الواجبة عينا. والذي يظهر وجوب قتل الحيات ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمر بقتلها، أمر بقتلها، قال اقتلوا. والقاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن خاف ثأرهن فليس مني. وإن كان هذا قد يساعد من يقول بأنه ليس واجبا على أن من لم يخف ثأرهن فلا يجب عليه، على أن من لم يخف ثأرهن فلا يجب عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بمن خاف من ثأرهن، عليه من لم يخف من ثأرهن فلا يجب عليه.